مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج معاكم. مشاهدينا، في هالوقت وبعدما وصلنا لهالمرحلة من الصمود في وجه الأزمة ومحاربة كوفيد-19، ردت الأيام لفترة عايشنا فيها انتشار المرض بصورة سريعة، خلفت تداعيات كبيرة كلنا عشناها ولا زلنا نعيشها. ولأن دائما معكم، قررنا نرجع مرة ثانية ونستأنف حلقات برنامجنا. مرة ثانية صار الترقب مع خوف في انتظار الأعداد اليومية للإصابات اللي تعلن عنها وزارة الصحة، لأن هذه الأرقام تعطينا مؤشرات عن وضع الوباء اللي تحول إلى جائحة، واللي المعركة في مواجهته لا زالت مستمرة. وأي تراخي يعني التراجع في السيطرة عليها، وأي تقليل من خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار السريع تعني ارتفاع المؤشر في أعداد الإصابات اليومية، وهذا يترتب عليه أشياء كثيرة. يمكن أولها تراجع مستوى الصحة العامة لدى الأفراد، هذا غير زيادة إشغال الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي اللي سجل أداء بطولي في مواجهته لهذه الأزمة. مشاهدينا، تخطينا مراحل صعبة مع بداية ظهور الوباء، وللحين ولا زلنا نواجه شراسة المرض وأيضا التبعات اللي قاعدة يخلفها بعد ما خلى كل الطاقات موجهة وأيضا مسخرة لمكافحته. مشاهدينا، جهود جبارة بذلت ولا زالت تبذل، ولا بد في الأخير نتيجتها تكون عبور هذه الأزمة. لكن مشاهدينا، لابد من الالتزام بالتدابير الوقائية وأيضا التباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات الصحية. إذا مشاهدينا، خلونا نروح إلى إحصائيات وزارة الصحة. يعني اليوم إحصائيات وزارة الصحة لمرض كوفيد-19 كانت كالتالي: حالات الشفاء 724 حالة، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 87,911 حالة. تسجيل 825 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 97,824 حالة. حالات الوفاة 4 حالات، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 575 حالة. عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة، والمجموع الكلي 9,338 حالة. عدد المسحات 5,968 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 695,556 فحصاً. مشاهدينا، الموجة الثانية من كوفيد-19، يعني مسمى أو مصطلح تردد كثير خلال الأيام الماضية وما زال يتكرر. انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد-19 خلال الفترة الماضية منحت الجميع بارقة أمل في السيطرة عليه، لكن مع عودة الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية مرة ثانية، تعزت المخاوف من الرجوع للمربع الأول لا قدر الله. ليش الموجة الثانية؟ وشنو ممكن يعني هذا الشيء؟ إجابات بنحاول نقدمها من خلال التقرير التالي. نمشي. كوفيد-19 يعاود تسجيل أرقام مرتفعة في معدل الإصابات اليومية، معززاً المخاوف من موجة جديدة. عدم استقرار الوضع الوبائي للمرض واستمرار انتشار العدوى رغم التدابير والإرشادات الوقائية يعتبر مؤشراً يدعو إلى مزيد من التمسك والالتزام بالاشتراطات الصحية في الوقت الذي بدأت فيه الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً وفق الخطة الموضوعة من مجلس الوزراء والخاضعة لتقييم الوضع الوبائي. فيما تستمر جهود وزارة الصحة لمحاصرة كوفيد-19، تتواصل الدعوات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تجنباً للإصابة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في ظل تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
الدكتور عبد الله السند إن المؤشرات الصحية تظهر أننا ما زلنا في الموجة الأولى من انتشار الفيروس، وعلينا إدراك أن حدوث الموجة الثانية غير مرتبط بحلول فصل الشتاء، وعليه فإن الارتفاع في حالات الإصابة أمر متوقع خلال هذه الفترة، وهو ما تحتاط له المنظومة الصحية في ظل رصد بعض مظاهر عدم الأخذ بالاحتياطات الوقائية وأثناء ممارسة مختلف الأنشطة في الحياة اليومية. إذن تظل المسؤولية الفردية والوعي المجتمعي ضرورة ملحة لمواجهة كوفيد-19 والحد من انتشاره المقلق والتمكن من اجتياز هذه الأزمة التي فردت ظلاً قاتماً على أجواء العالم أجمع. مشاهدين، ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 يعني شيء مقلق للجميع. يعني ظلت الدعوات مستمرة للالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل العودة التدريجية للحياة الطبيعية. يعني العودة التدريجية مقترنة وأيضا مرتبطة بشكل مباشر بالسيطرة على انتشار المرض، وهذا الشيء بدوره مرتبط يعني بالالتزام لدى الجميع. وللأسف يعني لاحظنا تراخي كبير لدى الكثير من الناس. يعني كيف نلتزم وكيف نتفادى الإصابة بكوفيد-19 وكيف أيضا نعزز من قدرتنا على المواجهة، ولماذا هذا الارتفاع في معدلات الإصابة؟ يعني أسئلة كثيرة نطرحها على استشاري طب العائلة الدكتور أحمد عبد الملك. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا. بداية، يعني كيف لاحظت الارتفاع في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 يعني خلال الآونة الأخيرة؟ كيف تفسر هذا الارتفاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير لكم جميعا. حياك الله. بداية، يجب أن نقول أن الأرقام لا تكذب ولا تجامل أحدا، ودائما ما تقول الحقيقة. لذلك إذا لاحظنا عدد الإصابات عندنا بالكويت خلال الفترة الماضية كانت تتراوح بين 600 و700، وحافظنا على هذا المنحنى بحمد الله من دون ارتفاع، وكانت أعداد الناس الله يشفيهم اللي بالعناية المركزة تتراوح ما بين 70 وما بين 80 تقريبا، وكانت الوفيات بين 3 إلى 5 وفيات يوميا. إذا لاحظنا نفس ما قلنا الأرقام خلال الفترة السابقة حدث ارتفاع في عدد الإصابات، قمنا نشوف إصابات بال 700 750 و 800 و 850، وهذه إشارة خطر ونسميه كرت أصفر لنا جميعا كمجتمع. يمكن أيضا إذا بنشوف الأرقام أعداد الناس اللي بالعناية المركزة لا زالت حول 90 والوفيات من 3 إلى 5، لكن يجب أن نلاحظ أن انعكاس عدد الإصابات على الناس اللي بالعناية المركزة والوفيات يحتاج إلى عدة أيام. لذلك الارتفاع اللي شفناه بالفترة الماضية يمكن جدا أن ينعكس على أرقام العناية المركزة والوفيات خلال الأيام القادمة. ونفس ما قلت، هذه رسالة إنذار لنا كمجتمع، أن يعني ما نبي نخوف إحنا ونقول هي موجة كبيرة قادمة، لكن هذا الارتفاع يعطينا إشارات تحذيرية أن ممكن حصل تهاون من بعض الناس، ممكن أيضا بعض الممارسات الخاطئة. إذا سمحت يعني اسمح لي أقول أن بعض الممارسات في ظل هذه الممارسات، يعني من خلال متابعتك، يعني شنو الخطوات اللي تلاحظها يعني في العادات الصحية لدى أكثر الناس واللي ممكن يعني أن تكون غير كافية لتجنب الإصابة بكوفيد-19؟ تمام. القواعد الثلاثة الأهم للوقاية وكسر حدة انتقال الفيروس تبدأ من 1، لبس الكمام عند الخروج من البيت بصورة صحيحة. وخلنا نركز على صورة صحيحة، لأني أنا لاحظت بعض التراخي من الناس لما يعني أشوفهم برا يكون حاط الكمام منزلة، مسوي نص كمام، والكمام صنع لي يغطي مرحلة يعني من منطقة أعلى الأنف، جسر الأنف، إلى أسفل الذقن. يعني كمام بنص هذا ما ينفع، مو قاعد يؤدي دوره بالوقايه والحمايه. فالتهاون بلبس الكمام او التهاون بلبسه بالطريقه الصحيحه قد يكون من العوامل المؤثره. العامل الثاني وهو التباعد الجسدي، ولاحظ انا ما قلت تباعد اجتماعي، احنا ما نبي نتباعد اجتماعيا، وانما نريد ان نتباعد جسديا لنقلل من انتشار الفيروس. وهذه النقطه انا اشك فيها، يعني خلال الفتره السابقه حدثت بعض الممارسات الخاصه فيما يخص العملية الانتخابية اللي شفناها جميعا من تلاصق وتدافع، وهذا طبعا يؤدي الى 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 يعني خطورة انتقال الفيروس، فيجب نحرص على هذه النقطة. النقطة الثالثة ايضا اللي صار فيها استهانة
في قاعده يعني تسمى الخروج للحاجه. يعني الحمد لله احنا بدانا بالمراحل السابقه مع عوده الحياه الطبيعيه، فتحت الاسواق والمجمعات والمطاعم، لكن لازمنا نقول ان يعني الخروج لحاجه. لذلك اذا عندك حاجه بالمجمع يعني تخرج وتقضيها، لكنك تروح تتمشى وما عندك شغل، هذا كله راح يزيد يعني خطر الاصابه وخطر انتقال الفيروس. فهذه القواعد الثلاثه الرئيسيه اللي ممكن صار فيها تهاون، ما نبي نقول من المجتمع وانما من فئه قليله من المجتمع، ادت ممكن الى تزايد عدد الاصابات. دكتور احمد، يعني كما ذكرت يعني عاده الناس لاستئناف الحياه الطبيعيه تدريجيا، وعدنا ايضا للدوامات بحمد الله، يعني اعاده مظاهر الحياه العاديه كما ذكرت، يعني كيف يعني نقدر نحافظ على هذه المرحله خاصه من يعمل في الوزارات وايضا المؤسسات؟ عادت مظاهر الحياه بحمد الله، لكن يجب ان لا ننسى ان الفيروس لا زال موجودا، الانتشار وعدوى الفيروس لا زال موجود، لا يزال، لا يوجد علاج، لا يزال لا يوجد لقاح. لذلك يجب ان لا ننسى هذه القواعد والنقاط المهمه بخصوص الفيروس. وايد ناس يظنون يعني شعبيا يقولون غدا شر، لا للاسف ما غدا شر، الفيروس لا زال، وفي دول يعني الحين قاعد نشوف فيها موجات، يعني موجات من الاصابات واعداد كبيره جدا، المحنه عندهم مرتفع. لذلك عوده الحياه الطبيعيه سواء بالعمل سواء في اي مكان تخرج له، يجب ان لا تنسى القواعد الاحترازيه، لان الفيروس لا زال موجودا وبقوته. وللاسف الطب لحد الان ما اوجد يعني لقاح او دواء لمواجهه الفيروس. دكتور احمد، يعني بالنسبه للاطفال، يعني هل فعلا هذه الشريحه اقل عرضه للاصابه بالمرض فيروس كورونا؟ يعني لاحظنا بالمجمعات التجاريه والاسواق ان الوالد يعني يلتزم بلبس الكمام والاطفال غير ملتزمين، كيف يمكن وقايتهم والحفاظ على سلامتهم؟ هذه ممارسه خاطئه جدا، لكن يعني نحن نقول من حمد الله وفضله ورحمته ان اصابه فيروس الكوفيد 19 الكورونا على الاطفال هي اصابه بالمجمل خفيفه جدا، ومضاعفاتهم نادره ووفياتهم شبه معدومه، لكن لا زال الاطفال ممكن ان يكونون سبب للعدوى، فممكن ان ياخذون الفيروس ويعدون اهاليهم او يعدون اللي حوالينهم. لذلك موضوع ان الطفل نستهين بلبسه للكمام او الطفل ناخذه معنا في جميع الاوقات، اظن نرجع الى القاعده التي تقول ان احنا ما نخرج الاطفال وخاصه الاماكن العامه الا اذا في حاجه، واذا اخرجناهم وكانت الحاجه موجوده يجب ان يحافظوا على لبس الكمام نفس الكبار في جميع الاوقات. الاستثناء من ذلك الاطفال تحت عمر سنتين لا يلبسون الكمام، وانما يعني نحطهم بالعربانه ونسكر الشبك عليهم شويه النزله، وايضا نحافظ على التباعد الجسدي بينهم وبين الناس. دكتور احمد، يعني طبعا التباعد الاجتماعي موجود في المؤسسات وايضا المحلات، يعني وفقا للاشتراطات المفروضه من قبل الجهات المعنيه، لكن التباعد على مستوى العلاقات الاجتماعيه، الزيارات وايضا التجمعات، ربما يشهد احيانا عدم التزام، ما هي خطوره هذا الجانب؟ الى حد الان لا زالت توصيات وزاره الصحه يعني عدم ان نروح الدواوين ونسوي التجمعات الكبيره، التجمعات البسيطه المنزليه لاهل المنزل هذه من السابق ما فيها مشاكل، لكن الزوارات الكبيره، زوارات العائلات الكبيره، التجمعات من دواوين، واحنا يعني اهل الكويت يعني من الناحيه الاجتماعيه نحب التجمع، لا زال هناك يعني توصيه طبيه بعدم عوده هذه التجمعات. لذلك نناشد مرة أخرى أن كل اللي قاعد يسوي هذه التجمعات أنه يتوقف عن أدائها التزاما للتوصيات اللي يعني وضعت لحماية المجتمع ولحماية الناس، وأيضا لتخفيف اللود والتعب على الناس بالنظام الصحي والمستشفيات. فذلك نرجو من الجميع الالتزام. استشاري طب العائلة الدكتور أحمد عبد الملك، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا فاصل ونواصل إن شاء الله.
مشاهدينا، الالتزام بالاشتراطات الصحية أول خطوط الوقاية من الإصابة بكوفيد 19، ارتداء الكمامات وأيضا التباعد الاجتماعي والحرص على تعقيم الأيدي والأسطح قبل ملامستها وغيرها من التدابير الوقائية تشكل ضرورة في حياتنا اليومية خلال مواجهتنا لهذا المرض. نتابع هذا التقرير. التهاون في الإجراءات الاحترازية وعدم الامتثال لتوصيات السلطات الصحية في البلاد ساهم في ارتفاع عدد إصابات كوفيد 19، مما أشعر الجميع بالخوف من العودة للمربع الأول لوباء كوفيد 19 في البلاد. في تهاون كبير للأسف في الآونة الأخيرة، يعني استهانت حيث المرض، مع أن للحين المرض يعني قائم وللحين ما لقوا العلاج يعني. فهذا نتمنى يعني من المواطنين والمقيمين انهم يتبعون الارشادات الصحيه اللي تطلع من وزاره الصحه باذن الله. على حسب ما قاعدين نسمع ان في جائحه ثانيه واصلتنا او تبي تينا، وان شاء الله ما تي، بس خلنا ناخذ الاحتياطات، خلنا نلبس الكمام، خلنا نلتزم في الاجراءات هذه، نقلل من الجمعات، نقلل من المناسبات، نلتزم بالإجراءات اللي أقروها أو القوانين اللي أقرتها مجلس الوزراء مع وزارة الصحة. النصيحة اللي أقدر أقولها للناس، يعني المشوار اللي ما له داعي، قهوة، مطعم، أعتقد هذه الأشياء يعني لو قللناها يكون أفضل للناس يعني، والواحد ما يجي إلا لما يكون مضطر. أنصحهم أن يلتزمون، يكملون على التزامهم، وإذا بيطلعون لضرورة فقط، ويلبسون جلوفز وكمام، وبس لا تستهينون بالمرض. المواطنون يحذرون من مغبة التهاون في الإجراءات وعدم ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مشيرين إلى أن تهاون البعض يصور بأن الوباء انتهى، وهذا غير صحيح، مشددين على ضرورة الوعي بخطورة المرحلة الحالية، خاصة مع ضرب الموجة الثانية للوباء لعدد من دول العالم. بس لازم يكون هناك وعي لكل مواطن كويتي يحب ديرته ويحب أنه يعني يساهم في الحفاظ على هالموضوع. كل العالم يعني تشوف الأعداد، قاعد الناس تموت، ترى للحين ما قل الموضوع، اللامبالاة الموجودة لازم تخف عند الناس، لازم يكون هناك ثقافة ووعي عندهم. والله أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يلتزموا باتخاذ الكمامات وقاية لهم من الوقوع في هذه الأمراض، لأن اليوم قاعد نشوف حالات قاعدة تزيد في المرض لتساهل الكثير من الناس. إنسان يطلع ويخرج للحاجة، لكن مع أخذ الحيطة كمام وعدم الاحتكاك، هذا يؤدي إن شاء الله إلى تقليل الوقوع في الإصابة في هذا المرض. والله لا تستهينون بالمرض، وخلكم بيوتكم ولا تروحون أماكن ما لها داعي. لازم طبعا ما نتهاون مع الأمور اللي قاعد تصير، المرض مثل ما أنت تفضلت قاعد يزيد، عدد الحالات مو راضي يقل، فلازم يشوفون يعني اللي صاير وإن شاء الله يتبعون الإجراءات. تعاون بلا تهاون، شعار رفعه المواطنون في سبيل الحيلولة من انتشار الوباء مجددا والحد من زيادة الإصابات، داعين الجميع إلى الحذر من خطورة الوضع الحالي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذه المرحلة بسلام. مشاهدينا، وحول إجراءات السلامة الاحترازية وأيضا الوقائية من فيروس كورونا المستجد، معنا طبيب الأنف وأيضا الأذن والحنجرة الدكتورة سلمى الهولي. دكتورة سلمى، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا. بداية، مقارنة بعدد السكان في دولة الكويت، يعني تعتبر أعداد الإصابات مرتفعة، لكن في المقابل هنالك ارتفاع في أعداد حالات الشفاء، يعني كيف ترين هذا الجانب؟ أهلا وسهلا فيك. هلا حياك الله. بالبدايه الله يحييك. بالبدايه انا الارقام هذه هي تعنين لنا كحسبه في وزاره الصحه، فمو بس الارقام الاصابات ولا الشفاء
اللي هي ناخذها على محمل الجد، ولكن عدد الحالات اللي تدش العناية المركزة وعدد حالات الوفيات هني نقدر نقارن أكثر من إنه والله هالعدد انصاب أو هالعدد تشافى. دكتور سلمى، يعني في ضوء المؤشرات أيضا العالمية لعودة انتشار المرض، يعني هل فعلا نحن أمام موجة ثانية؟ وما هو تعريف الموجة الثانية؟ هو إذا زاد عدد الإصابات راح تكون لنا موجة ثانية ونعيد نفس الحالة في المربع الأول. نقول متى راح يصير هالشيء؟ لا سمح الله إذا زادت عدد الحالات في دخول المستشفيات. يعني احنا لو نلاحظ بداية الكورونا الكل كان يدش المستشفى، عدد الحالات الدخول أكثر، عدد الناس العناية المركزة. الحين مع تقليل الإرشاد اتباع الإرشادات اللي قاعد يصير، احتمال نتعرض إلى الموجة الثانية في عديد من الدول. نعم، صار فيهم الموجة الثانية. أنا توني قريت خبر قبل لا نطلع على الهواء أن وزير الخارجية البريطاني هم نوه أن في حظر في بعض الأماكن لزيادة عدد الحالات وإصابتهم في الموجة الثانية. دكتورة سلمى، يعني السباق العالمي للتوصل إلى لقاح يعني ما زال مستمر، وبعض الدول يعني قطعت شوط في هذا الاتجاه، وبعضها يعني بدأ فعلا في تجربة إعطاء اللقاح. يعني هل هذا يعني أن الوقت ما زال مبكر للتوصل إلى حل، أما هناك يعني جانب يعطي بارقة أمل؟ والله أنا أشوفها من ناحية أن في بارقة من الأمل، وفي ناس متخوفين من اللقاح. أنا اللي من صدمة منه أن أسمع مثلا أنا التقرير قبل لا نطلع الهواء، أشوف في ناس يقولون نتبع الإرشادات ونلتزم، ولكن لما الوضع العام اللي قاعد أشوفه مثلا يعني بأي مشوار يكون لي قصير أو طويل أنه زحمة، ناس ما تتقيد بالإرشادات، ما تتقيد بلبس الماسك. ما أدري إذا يتذكرون أنه لازم في غسيل الإيد، يعني إحنا هالأشياء نوهنا عليها من أول بداية الكورونا، وما زلنا ترى إحنا في المرض ولا زلنا في الخطورة نفسها. دكتورة سلمى، ما أدري شلون هالتهاون في ظل يعني هذا التهاون كما ذكرت، يعني كثير من الناس يلجأ خلال هذه الفترة يعني إلى المناطق البحرية وأيضا المزارع، يعني ما هي الإرشادات الواجب يعني اتباعها عند التواجد في الشاليهات وهذه المناطق عموما؟ أحييك على هالسؤال. ليش؟ لأن في ناس وايد الحين فترة يعني الشاليهات والمزارع وتغيير الجو راح يختلط عندهم الأعراض اللي يشوفونها أعراض كورونا في أعراض الإنفلونزا الموسمية، فهو بالتالي لما يروح أو الحساسية، فبالتالي إذا راح المزرعة وحاش عطاس أو شيء بيقولها أنا لا خلاص فيني إنفلونزا عادية أو فيني حساسية أو أغشية الجيوب الأنفية، ولكن مثلا يطلع في كورونا السبة أنه هو مخالط عدد كبير من الناس اللي يكونوا مصابين في الكورونا. الكورونا مشكلتها سرعة الانتشار غير عن الإنفلونزا العادية. فإحنا يعني من خلال برنامجكم ننصح المستمعين والمشاهدين اللي يشوفوننا الحين أن الوقاية خير من العلاج، فلازم يكونون حريصين. نعم، شكرا دكتورة سلمى الهولي على هذه النصائح الطبية لتجنب الإصابة بعدوى كوفيد-19. مشاهدينا فاصل ونواصل إن شاء الله. إذن مشاهدينا، مواجهة كوفيد-19 مستمرة، معركة لا تتحمل التراخي أو نيل قسط من الراحة اللي ممكن يستغلها المرض ويسجل انتشار أوسع بيننا. الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمعات يعني ضرورة بل واجب على كل فرد، لأن كل فرد في هذا الوطن راعي ومسؤول عن رعيته، والكويت مسؤولية الجميع، فلنجعلها دائما وأبدا في أعيننا، وندعو الله أن يحفظنا وأن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وينعم عليه بتمام الشفاء، وأن يعود إلى أرض الوطن وتقر عيوننا بشوفته سالما معافا. نترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.